برحب بحضراتكم مرة تانية، ويمكن من فترة كبيرة ما كناش بنبقى داخلين على نص الموسم كده، أو خلاص أوريدي في نص الموسم، ونلاقي لسه في صراع كبير في الدوريات الأوروبية. كان زمان مثلا يوفنتوس حاسم الدوري الإيطالي، كان زمان بي إس جي حاسم الدوري الفرنسي، ولكن لحد دلوقتي في صراع لحد آخر وقت. يمكن دايما الدوري الإنجليزي هو اللي بيبقى فيه طبعا صراع لآخر نقطة. يمكن شفنا مانشستر سيتي لما كسب طبعا الدوري بفرق نقطة واحدة، وبعديها موسم اللي فات قدر ليفربول طبعا ان هو يحسم الدوري. ولكن على اي حال يمكن ده بيزيد، او اكيد ده بيزيد من متعه كره القدم واحنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه. يعني لما بنيجي نتكلم على مباراه مانشستر يونايتد وليفربول بكره، كله هيبقى قاعد مستني. يعني كل يمكن المحللين بيتكلموا ان مباراه بكره هتبقى مفتوحه شويه، مش هيبقى فيها ملل، لا هيبقى كل فريق بيحاول ياخد الريسك او انه يخاطر بكل الاوراق اللي عنده. يمكن يورجن كلوب هو اللي هيبقى شوية عنده مشاكل في أنه عنده عدد من الإصابات، ولكن في حاجات كتير جدا بتفرق طبعا. وجود محمد صلاح لوحده يعني ورقة رابحة كبيرة، والكل طبعا بيجتمع على حاجة زي دي. فكرة أن مانشستر يونايتد هيروح أنفيلد في الوقت ده اللي هو مبيبقاش فيه طبعا، يعني دلوقتي فيروس كورونا مأثر على الجماهير، أعتقد أن ده زي ما محمد صلاح يمكن قال في حواره مع سكاي سبورتس، بيخلي فيه شوية ان كله بيبقى متساوي في الحظوظ، يعني ان مفيش ضغط جماهيري قوي على الفريق اللي جاي يلعب في انفيلد. ويمكن كل جماهير مانشستر يونايتد متفائله بفكره ان هم دلوقتي متصدرين الدوري مؤقتا طبعا بعد 17 مباراه. يمكن دي اول مره تحصل زي ما بقول لحضراتكم من 2012، موسم 2012 2013، وده فارق جدا الحقيقه مع جماهير المان يونايتد اللي نفسهم يشوفوا طبعا فريقهم بيعود من تاني لمنصه أو منصة البطولات. هنرجع نتكلم على الدوري الإنجليزي، ولكن من الدوريات طبعا اللي لسه في ما اتحسمتش طبعا هو الدوري الفرنسي، واللي هنتكلم عنه أكتر وعن مواضيع كتير فيه طبعا مع صحفي بشبكة سي نيوز الفرنسية كليمان بيرنيا. برحب بيك طبعا على شاشة قناة الأهلي. عايزة أسألك في البداية طبعا عن سبب رحيل، أو السبب الحقيقي وراء رحيل توماس توخيل عن تدريب باريس سان جيرمان، وقد إيه دلوقتي جماهير باريس سان جيرمان راضية عن القرار ده؟ بداية خروج توماس، دعيني أقول إنه كان حاجة متوقعة، بما ان النتائج الاخيره لفريق باريس سان جيرمان ما كانتش الافضل، وبالتالي الحاله تعتبر يعني من الجانب الرياضي ما هياش الافضل، لان الفريق ما قدمش افضل ما عنده في الفتره الاخيره. وكذلك بالنسبه للمدير الرياضي ليوناردو، الحاله مش الافضل الان، وبالتالي التغيير كان متوقع من الكل، بالذات لانه في خلال السيزون الاخير، يعني ده هيكون افضل شيء بالنسبه للسيزون الحالي لباريس سان جيرمان. طيب هل شايف ان الارجنتيني بوتشيتينو قادر ان هو ينجح في تجربته الجديده مع باريس سان جيرمان بعد ما ساهم طبعا في بناء فريق قوي اسمه توتنهام؟ دعيني اقول ان بوكيتينو في حاجتين بالنسبه له. اول حاجه ان هو اشتغل حلو قوي في انجلترا، وكذلك اشتغل حلو في توتنهام بالطبع، وفي نهائي الابطال مع توتنهام كان شيء مميز. والحاجه الثانيه انه عارف كويس جدا فريق باريس سان جيرمان، لانه كان كابتن سان جيرمان من حوالي 20 سنه، وبالتالي هو مدرب بيحب باريس سان جيرمان قبل كل شيء. وبالنسبه لروحه وكيفيه الطريقه اللي ممكن يدفع بيها اللاعبين ان هم يقدموا اكتر ما عندهم، انا متوقع ان هو هيقدر يدي كتير ويضيف يدفعهم للامام. طيب بتتوقع ان هو يقدر يقود سان جيرمان لتحقيق لقب دوري ابطال اوروبا في نسخته الحاليه؟ نعم، التنافس طبعا عالي جدا، وهناك فرق كبرى يعني كتير، ولكن انا متخيل ان بي اس جي عنده لاعبين كبار زي نيمار ومبابي، وبالتالي من خلال الديناميكيه الجديده وطريقه اللعب الحاليه والعقليه اللي بوكيتينو ممكن من خلالها يقدر يدفع بيها
فريقه في مجال المنافسة ويعلي من أداء اللاعبين بتوعه ويقدم إن شاء الله باريس سان جيرمان كنجم أو كبطل للمسابقة، وأنا بالتالي بقول إنه ده ممكن. طيب شايف ازاي برضو المنافسة القوية الموسم ده على لقب الدوري الفرنسي خصوصا بين ليون وسان جيرمان؟ طبعا فريق باريس سان جيرمان هو حاجه كويسه جدا، لان باريس سان جيرمان متعود الى ان هو يكسب بسهوله كل سنه اللقب لقب الفرنسي، ولكن يعني كان دايما بيبقى في منافسه اقل وفرص اقل للغير، ولكن السنه دي في منافسين اكبر، اعتقد ان هم ممكن يجبروا سان جيرمان ان هو يلعب لكل لاعلى مستوى عنده على مدار السيزون كله. الشامبيون ليج طبعا هو حاجه بوزيتيف بالنسبه للكلب لو قدر يحصل عليه. طيب برأيك برضو هل سيشهد الموسم الحالي بطل جديد للدوري الفرنسي غير نادي باريس سان جيرمان؟ أنا شايف إن باريس سان جيرمان هينجح ياخد لقب البطل في نهاية الموسم، لأن هو عنده أكبر لاعبين وعنده خبرة طويلة، وكذلك لأن في الخطوة الأخيرة من السباق هو أقوى منهم كلهم، يعني يقدر يمد نفسه أطول، لأن باريس سان جيرمان عنده مباريات كبيرة مع الشامبيون ليج، وبالتالي طبعا ده هيأثر على مستوى اللاعبين، ولكن أنا بقول إنه ممكن. طيب كان في انباء الفتره الاخيره دي عن كيليان امبابي، فعايز اعرف منك حقيقه اقتراب كيليان امبابي من الانضمام لاحد الفرق دي، ليفربول او ريال مدريد في الميركاتو الصيفي اللي جاي. أنا شايف إن امبابي في سنه الحالي هو عنده تالي قدرة كبيرة، وبالتالي هو واحد من اللاعبين المنظورة إليهم بقوة على مستوى الكوكب ككل، هو في فرنسا عارف كل حاجة، لاعب كل حاجة، وبالتالي هيبقى بالنسبة له شيء كويس إن هو يغير فريق، لأن ممكن بالنسبة للبي إس جي يمكن يكون حاجة كويسة إن هم يسيبوه إن هو ينضم لفريق آخر عشان يحرروا برضه مبلغ مالي كبير، ومن خلاله ممكن يضموا لاعبين جداد، بالتالي الموضوع يرجع لامبابي، ولو حصل الامر ده هو امر طبيعي بالتالي لانه من الايجابي لكلا الطرفين الفريق واللاعب. طيب وفقا لمصادرك هل فعلا في اهتمام كبير من جانب نادي باريس سان جيرمان بلم شمل نيمار مع ميسي عن طريق التعاقد مع قائد برشلونه خلال الفتره اللي جايه؟ خليني اقول ان ميسي ونيمار قريبين من بعض، ده شيء معروف، وهما بالتالي من خلال الاتصال ده لو حصل وهو ساب برشلونه بالتالي ربما يكون هناك فريق واحد بس يقدر ان هو يستضيف ميسي وهو بي اس جي، يعني لان قطر طبعا حاول ان هو يطلب من بي اس جي نيمار وامبابي وبيكام وابراهيموفيتش وكراني ولاعبين اخرين، وبالتالي انا بيتهيألي ان هيكون من الصعب ان ميسي هو اكبر لاعب على الكوكب حتى الان، وبالتالي الامكانيه برضو موجوده. بشكرك جدا صحفي بسي نيوز طبعا شبكه سي نيوز كيمو، شكرا جدا انك كنت معانا في برنامج السادسه. يمكن فعلا زي ما بنقول المنافسه لسه كبيره جدا في الدوريات الاوروبيه كلها، والنهارده واحد من افضل طبعا او بكره واحد من افضل الايام اللي هنشهد فيها طبعا مباريات كثيره جدا. بعد الفاصل زميلي احمد سمير في برنامج السادسه.